وحدني يا عين على رزقها السرحة شقيا لا والله يا عين لو السنين جر ودي وحدني يا عين على رزقها السرحة شقيا لا والله يا عين لو السنين جر تعب عمره ما الحد تتذلل وتحاب علي منها حبها تضل ومهما تتعب عمره ما الحد تتذلل ودي وحدني يا على رزقها السرحة شقيا انا والله عيني لو السنين جرحة مشيت زي التانيين. مطاعم ايه بس يا عرفان؟ هي المطاعم دي تنفعك ولا تنفع العيال؟ طب قول للكاميليا وان شاء الله هتلاقي لها حل. ده التاني يحبوه العيال يعني. معاك ايه؟ المعلم عرفان عزب. الو صباح الفل، ازيك يا معلم؟ الحمد لله ونور بتسلم عليك. بكره الصبح يكون عندك دادا. ده كلام؟ دول زي نور، خصوصا علي ربنا يخليهولك. ماشي. عمر معاك. يا عرفان يا سيدي لا تعب ولا حاجه. لا 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 لا، خليك انت في البيت النهارده، انا نازل على طول. مع السلامه. ايه يا عمر، انا فاضيه من الكلام ده، انا مشغوله في المصنع ومسافره شرم الشيخ. خلاص كلم له اي مكتب بقى يبعت له دادا والسلام. مكتب ايه؟ ما ينفعش طبعا يا كمان. ودادا اللي بعتتها دادا كريمه ما نفعتش؟ مش عارف، اسأليها. القهوة يا عمر بيها. دادا. نعم حبيبتي. تعرفي دادا تانية تروح تشتغل في رود الفرج؟ والله يا هانم اللي انا كنت بثق فيها واعرفها دادا افكار. انما هي ما ارتاحتش، وبعدين ما اقدرش اجيب اي واحدة، دي مسؤولية. عندك حق. طب ماشي، اطلعي صحي نور عشان تفطر. حاضر يا هانم. اطلع انا بقى اسلم على نور وغير هدومي واطلع الشغل. ماشي. عايزه حاجه؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ثانيه يا كاميليا. ايوه دي اخر دفعه من العقد عشان اخلص ديكور المكتب في المصنع. حاضر يا كاميليا، وانا راجع هجيبهم لك معايا. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. سلام يا عمر. عموره عموره استنى. ايه افتكرت. ايه رايك في سكينه؟ سكينة؟ ايوه سكينة، دادي صافي اللي عندي جيجي. ما تنفعش طبعا، ده عيلة صغيرة وميصة كده وميعة، ما تنفعش. يا سيدي نجرب، ما نفعتش تمشي زي اللي مش غيرها. على كل حال انا مسافرة بكرة شرم الشيخ مع جيجي وشوكت، ما تغير رأيك يا سيدي. انت شايف الظروف يا كمان، ظروف الشغل وظروف عرفان، ما ينفعش. روحوا يلا. مع السلامة. مع السلامة. الله يقطعك ويقطع سنينك يا عبد وجزر. ما تعرفيش يا اختي رجلي بتجري على المحل عند ابويا ليه؟ ما يكونش عايز يلوف على القرشين بتوع ابويا ويلهفهم. عبد وجزر يعرف ياخد قرش ساغ من ابوكي؟
ده الجنى عند ابوك براجل. الله، امال عاوز منه ايه بس؟ لا بس هي شويه منظره وفشخره كده، من يوم ما رجع السوق والحاره وهو عمال يتمخطر كل شويه بالهدمتين الجداد بتوعه والعربيه، ويقول لك يا ارض نهدي معاليك يادي. يا اختي بلا ارض بلا سامه. ارض ايه ده؟ عفش مهما لبس عفش. ده حتى في الامثال بيقولوا لبس البوصه تبقى عروسه، ده لبس البوصه يبقى جاموسه. جاموسه؟ انت بتضحكي يا وليه؟ انا ما صدقت ان ابويا صلح حاله. والله يكرمه المعلم بدر ويكفيه شر المرض. وقف جنبي وفتح له المحل عشان يكسب لقمه محترمه. انا خايفه على ابويا بصراحه بقى. ليه؟ هو ابوك عيل صغير؟ مش حكايه صغير يا ام حمدي، ده شطان ابن ابلس عبده جزره، عامل زي التعبان لدعته والقبر، ما يقدرش عليه غير ربنا سبحانه وتعالى. عندك حق يا حبيبتي. تعرفي يا ام حمدي، عبده جزر ده ما يخشش مكان غير لما يجيب اجله ويخربه. يا ترى المره دي ناوي على ايه يا عبده يا جزر؟ عريس مين بس اللي متقدم لجميله يابا؟ الله، ومش الباشمهندس جمعه ابن الاستابيليا طلبها منك وانت وافقت؟ ايوه يا ستي، بس هي ما وافقتش. ليه؟ هي هتلاقي زيه فين؟ ده مهندس قد الدنيا، ابو مين يتمناه؟ غلبت انا وامها نتحايل عليها، بس هي دماغها ناشفه. كسرها لها يابا. يابا فهمها، دي بنت طايشه مش فاهم مصلحتها فين، ولو مش قادر انت تكسرها لها اكسرها لها انا. ما انت كان دماغك انشف من دماغها يابا. احنا كنا في زمن وبقينا في زمن. انا دلوقتي متجوزه مين؟ المعلم بدر الديب، اكبر معلم فيك يا سوق خضار. جميله ما هي صغيره، والجواز رضا وقبول، والبنت مش رايداه. عبده جزره ما يتعيبش. عبده مين؟ اوعى تجيبني سيره الاسم ده، ده نصاب وحرامي وعربجي. ايش جاب لي جاب؟ بقول لك ايه يابا، ده على جثتي اخر يوم في عمري لو يلمس ضفرها وانا عايشه. ايه الحكايه يا صباح؟ ليه خليتينا نتقابل عند ام حمدي مش في شقتك ولا فوق السطوح؟ معلش يا ام حمدي، سيبينا خمسه كده. خمستين يا حبيبتي مش خمسه، واحده. ربنا يهديك يا جميله. يهديني؟ انتوا مالكم في ايه؟ شايفيني مجنونه ولا مجنونه؟ مجنونه وستين مجنونه. الشويتين دول ما بنت بطلت تعمليهم معايا. انا بقى عجناكي وخبزاكي كويس قوي، وده مش هياكل معايا. اقفي مع ابوك وكلمي عادل يا جميله. الله الله الله، في ايه يا صباح؟ ما تكلميني انت دغري يا حبيبتي، هاتيها على بلاطه كده، قولي عايزه مني ايه. ايه الحكايه بالظبط يا صباح؟ هقول لك ايه الحكايه يا ست جميله، من غير لف ولا دوران، على بلاطه كده. ايه موضوعك مع الواد عبده جزره؟ ابوكي جالي وقال لي ان طلبك للجواز، الحكايه دي مظبوط؟ ايوه يا صباح مظبوط، اللي قاله لك ابوكي مظبوط. يبقى اتجننتي، اكيد اتجننتي، ترفضي باشمهندس قد الدنيا متعلم زي ابن الاستابيليا عشان تتجوزي مرمطون في السوق؟ اللي مش عاجبك ده يا صباح، البنزين اللي بيطيره من عربيته يساوي الباشمهندس اللي انتوا فرحانين بيه قوي من فوقه لتحته واكتر كمان. يا بنت انت كل همك الفلوس، في ايه؟ انا اختك وبكلمك لمصلحتك، ما تمشيش ورا مخك ده اللي هيوديك بستين داهيه. بقول لك ايه، ما تبصيش للفلوس، لا تنزلي على حنطور عينك ما تقوملكيش امه تانيه. وبعدين سكه عبده جزره نار ولا نار جهنم. مش احسن يا اختي من نار الفقر والذل اللي احنا عايشين فيه ده؟ صباح، كل واحده فينا يا حبيبتي خلاص ممسوكه من عرقوبها، وزي ما انت دورتي على سكتك وطريقك انا كمان دورت على سكتي وطريقي. بس انت اتجوزتي المعلم بدر، اما انا بقى هتجوز عبده جزره، ولا هو حلال ليكي وحرام عليا؟ ده قطع لسانك باللغلوغ. انت بتشبهي المعلم بدر الديب كبير السوق للواطي اللي اسمه عبده جزره. ده الواطي يا اختي هيفضل واطي. واطي ولا عالي مش مهم، المهم يا اختي انه عنده فلوس. سيبيني بقى يا صباح، سيبيني اعيش لي يومين، انا خلاص طهقت اتخنقت. انت عايزاني افضل عايشه على القرشين اللي بيبعتهم لنا جوزك؟ هو ده اللي في مخك، القرشين اللي بيبعتهم لي جوزك؟ يا جميله يا جميله، الناس هتاكل وشنا. وبعدين اقول ايه للمعلم بدر؟ اقول له ان عبده جزره باع عديلك؟ ايوه، قوليها بالمفتشر يا اختي، انت كل اللي خايفه عليه نفسك وجوزك وبس كده يا جميله، دي اخرتها.
ده انا اتجوزت المعلم بدر عشانك وعشان امك وابوك واختك رضا. بعت حب 10 سنين وده اخرتها؟ كتر خيرك تشكري يا اختي، بس انت عملتي كده عشانهم هم، انما انا لا، انا بقى مش مستنيه احسن من حد وخلاص. خلاص يا صباح، عرفت طريقي وسكتي. انت الكلام معاكي ما يجيبش فايده، انت ما تجيش الا بالضرب. يا صباح تعالي يا لوي، هتضربيني تاني يا صباح، هتكسر لعبتك كمان. الحقيني يا اختي ولا حد. خلاص كفايه كفايه يا صباح. يا صباح حرام عليك يا بنتي، ماشي 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 يا صباح، ماشي ماشي يا صباح. يكون في علمك عبد ده مش هتتجوزيه على جثه طول ما انا عايش. طب اقعدي بس اخر الشر. يا مام شر ده مهما يكون برضو دي اختك، حرام عليكي. يرضيكي يرضيكي اللي بتعمله صباح ده يا ام حمدي. معلش يا اختي اهو حقك عليا، ادي راسك اهي. امشي انت دلوقتي، وانت عارفاها لما بتبقى كده عصبيه بتروح نازله على ما فيش. ماشي 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 يا صباح ماشي. بص عليكي كده برضو يا صباح. اذا كنت يا حبيبتي، بس انت مش خايفه على نفسك، خايفه على بطنك. زغلل عينيها بالفلوس يا ام حمدي، والبنت مطيوره وانا خايفه عليها. عندك حق يا حبيبتي، انا شايفه جميله ماشيه مش على بعضها. اسمعي كلامي، خديها في حضنك وعقليها. انا خايفه من عبد جزره ده، سو ابني سو يلعب عليها وياخدها في حضنه كده بجد. يا بسبتي ده انا كنت اروح فيها يا ام حمدي. يا اختي بعد الشر، ان شاء الله اشوف فيك يوم يا عبد يا جزره. بقول لك يا ام حمدي، انا عاوزاك تجيبي لي عبد جزره باي طريقه عندك هنا في البيت. انا هقوم اطمن على البنات، سايبينهم لوحدهم على بلاش. مالك يا شوكت، من ساعة ما وصلنا شرم الشيخ وانت سرحان كده وحزين وما بتتكلمش، في ايه؟ انا جاية هنا علشان انسى حزني على مدام رؤية الله يرحمها، وعلشان نشوف الخبر واشوف ناس سعيدة. مالك حزين كده، في ايه؟ مش عارف اقولك ايه يا كمال. الله، في حاجة بينك وبين اختي جيجي؟ لا لا خالص خالص. الله، عمري ما شفتك مكسور وحزين كده، في ايه؟ كمالي انا طول عمري بجري في الدنيا، لما بتاخد مني حاجه بجري تاني واحاول اعوضها. ما كانش بيهمني لا زمان ولا مكان، دايما كان عندي امل في بكره. لكن لما تبقي مستنيه بكره وعارفه هو جايب لك معاه ايه، بتزعق يبقى بشع فظيع. شوكت انا مش فاهمه حاجه، ارجوك قولي انا ليه دخل في اللي انت بتقوله ده؟ يا كمالي انت مالكيش دخل في اي حاجه. الله، في ايه؟ خلاص براحتك، انت حر. امال فين الخبره؟ مفيش خبره كمان. مفيش خبره؟ امال احنا جايين شرم الشيخ ليه؟ محتاج ابقى جنب اقرب الناس ليه، صافي وجيجي وانت يا كمان. تستفيد يا كسيد المعلمين. لا حلو حلو حلو. وادي التوقيع بتاعي، حاكم انا في التوقيع ماليش زي. الف مبروك يا معلمين، دي نسختك يا معلم سعداوي، دي نسختك يا معلم عدو. تسلم لهاني. ودول بقى عشان اجراءات السجل التجاري. لا مؤاخذه ملك، مال فين ورقه الضد؟ هتخليها عندي بقى في المكتب دي يا معلم. لا معلش، لا مؤاخذه، احب مالي وحلالي يبقى جوه دار. الله الله الله، دار امانه يا سيدي المعلمين. ما قلناش حاجه، بس الشرع بيقول اكتبوا اللي ليكوا واكتبوا اللي عليكوا، وانا لا مؤاخذه ليا 75%، انت ليك 25% اللي مكتوب هنا 50%. انا بقى اللي دافع لك ال 25، ما فيهاش اي حاجه لمؤاخذه، الورقه يبقى عندي وابقى مطمن. ولا يا بت؟ لا كلامك مظبوط يا معلم سعداوي. على فكره بقى يا معلم عدو، فعلا نصيبك 25%، وده هيكون نصيبك وانتم متقسموا الارباح، بالاضافه ل 10% نظير الاداره حسب اتفاقكم في العقد. ولا مؤاخذه كمان،
الفلوس كلها تخش البنك في الحساب، ممنوع مليم يطلع منها الا لما احنا الاثنين نوقع. احنا الاثنين نوقع مفيش مشكله خالص. كده بقى تبقى العقود مستوفيه وتمام التمام. خلاص على خيرة الله. سمعونا الفتحة. ألف مبروك يا معلم سعداوي. ألف مبروك يا معلم عبده. الله يبارك فيك. خد أهات. مش خسارة فيك دول حلاوة. الله يخليك يا معلم، الله يخليك. والله العقود دي قعدت كتبت فيها كتابة وقعدت أراجعها أكتر من 60 مرة. كنت بقول لحضرتك يا معلم، كنت عايزك في كلمتين كده. خير. كلمتين ايه يا عجايب؟ قصدي يعني ما لقيتش شغل في الشركه عندكم كده في الوقت الفاضي اللي انا فيه. انت عارف العيشه بقت ضنك يا معلم، والاستاذ فوزي ما انت عارف جلده. والله انا اللي شايل الشغل كله، وهو اللي مستشرني في كل حاجه في المكتب. هو جلده شويه انا عارف. بقول لك يا عبد، شغلوا اي حاجه في الشركه عندنا. عجايبي هيشتغل ايه؟ اي حاجه يا معلم، اي حاجه في الحسابات، في العربيات. اسايق انا بسايق حلو قوي. بتسايق حلو قوي. خلاص تعالى سايق واشوف، لو عجبت التسيير هتغيرك. هو في ايه يا اخوانا بالظبط؟ السفريه دي مش طبيعيه يعني. حاسه ان الوضع غريب، لا بنتكلم مع بعض ولا بنخرج بره الاوتيل ولا حتى قابلنا اي حد من الخبره. هو في ايه بالظبط؟ انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل. مفيش حاجه بتحصل يا جيجي، دي اجازه يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يا ستي كلها كام يوم وانا مسافر باريس خلاص. نعم انت مسافر باريس ليه؟ هو انا مش هسافر معاك يا شوكت ولا ايه؟ لا المره دي انا هسافر لوحدي. ازاي يا شوكت؟ اذا كنت انا وانت متفقين ان انا هسافر معاك عشان اختار البيت معاك هناك واوضبه. معلش يا جيجي، خلي موضوع البيت ده المره الجايه، محدش عارف بكره في ايه. انا هقعد المره دي عند واحد صاحبي عايش هناك. المهم خلي بالك من صافي لحد ما ارجع، بس ادعي لي اني ارجع. شوكت حبيبي، هو في حاجه انت مخبيها عني؟ مالك يا شوكت؟ من ساعه ما وصلنا شرم الشيخ وانت شوكت غير شوكت اللي احنا نعرفه، وحيرنا معاك. انا اسف يا كاميليا، اسف يا جيجي، مش قصدي. بعدين يا جماعه انا بشر يعني، من حقيقه اتبسط واتضايق، من حقيقه افرح واحزن. انا مش قادره افهم انت ليه بتنكد علينا من اول ما جينا شرم الشيخ. طب كان لازمتها ايه بقى السفريه من اساسه؟ انا طالعه اقضي. انا بصراحه مش قادره استحمل نكد اكتر من كده. يا جيجي استني، يا جيجي استني يا جيجي، رايحه فين؟ كل شيء اسمه نصيب بقى يا معلم عبده. وده رأي جميلة ولا رأيك انت يا حنفي بيه؟ انا من ناحيتي موافق، والبت كمان مش ممانعة. الله، يعني البت موافقة وابوها موافق، امال الرفض ليه بس يا حنفي بيه؟ اسمع كلامي وبكرة تشوف. ان ما كانش محل العجل والموتوسيكلات بتاعك ده يبقى اكبر معرض عربيات في الدنيا، ما بقاش انا المعلم عبده جزرة. معرض عربيات؟ معلوم، معرض عربيات مش معرض عادي، لا معرض أسطورة، أكبر معرض فروض الفرق كلها، وبإذن الله في ظرف مدة بسيطة المعرض يبقوا 5. ها قلت إيه؟ قلت عصفور في الإيد أجدع من 10 على الشجرة، بس الحكاية مش بإيدي يا عبد. خلاص أنا فهمت بإيد مين يا حنفي بيه. الله، ما تبقاش حماياوي كده وروق، كل حاجة وليها حل. يا لمعي مر يا عمنا، ادينا سطل عناب دوبل عشان المعلم عبده يروق دمه. عينيا انا دمي مش هيروق الا لما نشف دمك يا صباح، واخليك تلفي حوالين نفسك. ايه هو انت ورايا؟ المعلم عبده اتى. اهلا وسهلا، اتفضل، ده بيتك ومطرحك، ادخل يا اخويا ادخل. معلوم بيت الحبايب بيتي، ومطرح ما تكون الصبوحة مطرح إن شاء الله. في المس بقى مساء البلوزة والمفتاة. الله الله الله، خبر إيه؟ في المس يا ست الستات. إيه فين أيامك يا غزل البنات؟ اقعد يا عبد، عاوزك في كلمتين. يا سلام،
وهو انا في ديك الساعه برضه يا صبوحه نقعد ونتكلم ان شاء الله، بس مش نحلي بقنا الاول؟ بسرعه يا محمدي. طب يا اخويا نتكلم الكلمتين اللي عندي وبعدين نحللك بقك. عداك العيب برضه يا صباح، وماله؟ نتكلم الكلمتين الاول، قول اللي انت عايزاه. انا كلي اذان ومصاخبه. ايه الصاخبه دي؟ اترشيت وما بقتش تسمع؟ اترشيت فلا الله ولا فالك يا صباح، ليه كده؟ بس معلش انت معذوره، الغلطه غلطت الصراحه يعني، بس الكلام ده كبير عليك شويه. انا هقولها لك بالبلدي كده عشان تفهمي. كلي اذان ومصاخبه يعني وداني مطرطقه. وداني مطرطقه لك قولي. يا ام حمدي تعالي يا اختي، بيقول لك ودانه مطرطقه، سمع الرعد في ودانه. اهلا يا عبد. يا اختي عليك وعلى حلاوتك. يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي المسخن ايه. يا اختي دهانة كله. اهلا وسهلا ومنورنا كمان. انت بتتكلم بالنحو يا عبده؟ كنت مخبيه فين؟ عشتي عشتي يا ام حمدي. هو انت لسه شفتي ولا سمعتي حاجة؟ كل ده كان موجود، بس كنت مخبيه لوقت عوزه، كنت مدكنه يعني عشان يطلع في الوقت المناسب بس للحبايب بس. طب يا اخوي بمناسبة النحو اللي جديد على بقك ده اللي انت عمال بتشدق فيه، عاوز اقول لك كلمتين ورد غطاه. يلا يا بير هات ميتك. من الاخر كده ومن غير لف ولا دوران، جميل اختي مالكش دعوه بيها، وتخليك في حالك، واحنا كمان هنخلينا في حالنا. الله الله الله، ده البير طلعت ميته مالحه ومالحه زياده قوي، ما تتشربش يا ام حمدي. لا بقى يا عبده يا جزره، هسقيهالك ونقطه نقطه، بمزاجك او غصب عنك. غصب عني ليه غصب عني؟ ما انا كنت هشربها في الاول بمزاجي وبكيفي من ايدك يا صباح، بس انت اللي موافقتيش. احنا هنعيده تاني؟ صباح بقت ست متجوزه، المعلم بدر الديب سيد المعلمين، ما قلناك حاجه، ربنا يهنيكوا ببعض يا صباح. بس انا كمان عايزه اتهنى حقي. بقول لك ايه، شغل اللف والدوران والحنجل والمنجل ده ولعب الثلاث ورقات ده ما يخلش عليا، ده انا صباح يا عبده. يخيل ولا ما يخيلش يا صباح؟ ما انت سابق وركبتين الخيل انا وابوك لست حالف ابو راسين، ولا نسيتي يوم ما طلبتك وقفت تقولي بالفم المليان مش عايزاك واعلى ما في خيلك اركبه؟ ركبت يا صباح، بس مش خيل، ركبت ترومبيل وبسوقه بنفسي، بسوقه وانا ايدي سايبه كده. فيها ايه بقى لما اختي الجميله تقعد على الكرسي اللي جنبي؟ ولا انت مش حبالها الخير ولا ايه نظامك يعني؟ بقول لك ايه، الماضي ده تنساه خالص، احنا ولاد النهارده، مالكش دعوه بجميله، وابعد عننا بشرك واتقي شر انا كمان. ماشي يا صباح بح. احنا اولاد النهارده، وانا هتقي وحنسى كل حاجه، خصوصا يوم ما تقدمت لابوكي ورميت عطايا وهو وافق، بس انت اللي رفضتي. ما كنتش عاوزاك، مش طايقاك، مش طايق اشوف خليتك المشلفاطه دي كلها. وبعدين يا اخي كل ما اللي مديته لابويا دفعته لك على الجزمه القديمه. بس انا لما برمي عطايا محبش اطلع بايدي فاضية ابدا، عشان كده العطا رسي على جميل اختك، وابوكي لسط حلف ابو راسين موافق، يعني ابوها راضي وانا راضي. ايه اللي دخلك بينا يا قاضي؟ جرايه يا ام حمدي، احنا مش هنحل بقنا بقى. الله يخرب بيت بقك اللي عايز تحليه دوت. لا ده انت كده بقى مش جاي علشان تتفهم يا عبدو. استني يا ام حمدي استني، ده عبدو انا عارفاه يحب الملاوعه. هتتكلم عادل يا عبدو ولا فوقك زي ما كنت بفوقك زمان؟ اتكلمت عادل يا صباح، واتكلمي كويس. انا بقول لك اهو، انا جاي لك عادل يا بنت الناس، انت اللي على طول معوجه.
الله الله الله، ليه كده بس؟ القعدة قفشت قوي. جرايه يا محمدي، مش تحلي بقينا بقى عشان القعدة تفك وتطرى شوية؟ تصدق بالله انا كرهت التورته وكرهت اي حاجة حلوة. الله يخرب بيت جزرة، انت ظهر الزوم مش نافع معاك يا عبدو. ويدين النبي لو ما بعدت عن جميلة لكون فتحك ومجرسك وخليها طوب الارض تتفرج عليك، وشبشبي ده هنسله على قفاف زي زمان. ولا نسيت يا عبدو؟ يا عبدو يا عبدو بلاش البهدله دي، ابعد عنها دلوقتي، انت عارفها لما بتطلع في شراها. تجننت يا وليا انت وهي ولا ايه؟ انتوا نسيتوا نفسكوا؟ مش واخدين بالكم انتوا بتكلموا مين؟ الحق يا صباح، عبدو الجزر اتجنن. ولا اللي هعقله بايديا دول. لا بلاش. استني يا محمدي. ما تسيبيها ما تسيبيها يا وليا يا خرفانه انت، خليها توريني هتعمل ايه. ابعد عنها دلوقتي يا عبدو، العفاريت بتتنطط في وشها. انا مش هخلي العفاريت تتنطط في وشها بس، انا هخلي العفاريت ترقص ترقص في وشها. وجميله هتجوزها هتجوزها غصب عنك وعنها وعن عيلتها كلها، وهتشوف يا صباح. بالاذن. لا اذن ايه يا معلم، احنا لسه اتكلمنا. اوعي ايدك، اتكلمنا خلصنا الكلام. عايزه ايه تاني يا صباح؟ عايزه حل بقك يا روح امك. هلا محروس، انت هلا محروس هلا، ما بتردش عليا ليه؟ وبعدين ما بتنزلش للسوق ليه في الشغل زي عوايدك؟ ما تردي هات لي مرطاش لك هلا. في ايه يابا؟ ولا اقول لك يا معلم سعداوي وبلاش يابا. هو ده اللي مزعلك؟ ما انت قاعد لازم تقول في السوق يا معلم سعداوي. وش معنى انت يعني بتقول لي ياض قدام المعفن عبدو جزر؟ اوه عندك حق في دي. خلاص من بكره واد هقول لك يا معلم محروس. خلاص بقى ما تزعلش، يلا يلا. خلاص يابا انا مش زعلان منك منك يعني ابويا، انا ما اقدرش ازعل منك ابدا، بس انا يابا يعني خايف من عبدو جزره ده، لئيم كده وحلانجي ونابو ازرق. تخافش على ابوك انا، انا المعلم سعداوي الديب، انا قبل ما اسنانه تطلع اطرمها له. خلاص يابا كده انت طمنتني، بس قول لي بقى هو كان عايز منك ايه؟ هقول لك يا محروس، بس اللي بقولهولك ده سر، سر بيني وبينك، مش عايز اي حد في الدنيا يعرفه، ان شاء الله تكون امك. ما تخافش يابا سرك كبير. كل اللي بعمله ده بعمله عشانك يا واد. عشان انا؟ ده عقد شراكة بينك وبين عبدو جزر. كويس، مين اللي اسمه مكتوب هنا ده؟ اقرا. ده اسم انا محروس سعداوي شبل الديب. فهمت يا مغفل. فطمني يابا، الشركة دي ليه وعشان ايه؟ دي شركة بتاع كله وعشان كله. دي بقى شركة نقل وتصدير وتوزيع. دي بذرة محروس، زي بذرة شجرة الموز كده، ترميها تجيب لك ملايين وملايين وملايين. ازاي يابا؟ يعني عبدو جزر له 25%، لكن الشركة كلها بتاعتنا، ده بكرة بتاعنا محروس، كل ده عشانك. الله، وطالما خير اللي ندخل فيه عبدو جزر بس يابا، ما يبقى انا وانت وبس. عادف عبدو جزرة ده موجود علشان يبقى وجهة يافطة، عشان عمك بدر ما يقولش وانا لأ ليه وما يخشش معانا شريك. قلتلي يابا عشان مرات عمي حامل مش كده؟ براو عليك يا واد. بكرة لما عمك بدر يخلف هيطير بالوقت طيران، هيكتب له بقى اللي وراه واللي قدامه، يرضيك عيلة براسين،
تتساوى بعيلة الديب. ده مش ممكن ابدا يا ابا، دي مالنا فلوسنا، مش ممكن عيلتها براسين تحط راسها براسنا ابدا. روع عليك يا واد، اهو كده بقى ممكن اقول لك يا معلم محروس. عارف يا عبدو نفسي في ايه؟ طول عمري كنت بحلم اسكن في شقه على النيل. هيحصل يا جميل ان شاء الله، هيحصل يا جميله. يعني هما اللي ساكنين في الشقه دي احسن مننا في ايه؟ بكره تشوف يا جميله. انت اصلك مش شايفه نفسك في اللبس اللي انا جبتهولك ده، وعزه جلال الله، ولا اللي بيطلعوا في المسلسلات بتاعت التلفزيون. ربنا يخليك. بس يا عبد انا نفسي افضل لابسه اللبس ده على طول، لكن ما اقدرش ارجع الحاره كده، عشان كده على طول ماشيه بالكيس ده اللي فيه الطرحه والعبايه. معلش صبر. طيب يا جميله، بكره تلبسي براحتك وتمشي في أدخانها حته براحتك على الاخر، على ايد ان شاء الله. ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله. الشاي يا معلم. ايه يا حبيبي؟ ايه يا بدر مالك سرحان في ايه؟ مفيش يا صباح، بفكر في اللي جاي. اللي جاي كله خير يا حبيبي، مالك؟ مش قادر اصدق نفسي يا صباح. معقوله؟ معقوله انا مستني اليوم اللي اشيل فيه ابني بين ايديا؟ يا طول عمري بحلم باليوم ده، مع اني عارف ان الحلم ده مش هيتحقق. مش هيتحقق؟ ده ربنا حققه لك يا حبيبي، الحمد لله رب العالمين. ابنك بقى ببطني جنب قلبي. ايه يا بدر مالك يا حبيبي؟ طول عمري كان نفسي في اليوم ده. معقولة يا صباح أنا هشوف ابني يكبر قدامي ويبقى راجل مال وهدومه ويقف جنبي في السوق، وهشوف ولاده كمان، إيه رأيك؟ يا ستي بس أشوفه هو وهو بيكبر وعلمه إزاي يراعي ماله ومال أبوه ويخلي باله منك. يخلي باله مني؟ في غيرك وفي عزك ان شاء الله وتفرح بيه. السوق ده زي البحر، غويط مالوش قرار، عايز عوام يرفع ايده يصد بيه الموجه اللي ممكن ترميه بره على البر. اللي عايز يعيش في السوق يا صباح لازم يعرف ازاي يعيش جوه البحر، لازم يعرف ازاي يبعد عن الريح ويركب الموجه اللي ترفعه لفوق، ويبعد عن الموجة اللي تنزله القرار ملوش نهاية. هو ده السوق يا صباح. ياه، وانا اللي كنت فاكرة اتربيت في السوق وعارفة عنه الصغيرة والكبيرة. أدبي بحر غويط ملوش قرار، واللي يقعد فيه يفضل في دوامة ما يخلص منها. تدخلت السوق يا صباح وانت على البر مستنيه اللي البحر يرميه من جوفه وانت ونصيبك، لكن احنا في وسط البحر في وسط السوق، يعني قبل ما ندخل في الغريب بنحسبها هنطلع بيه وبكام. وفي بس حد عارف نصيبه ايه؟ هو ده السوق يا صباح، لازم الواحد يحسبها صح. الرزق محسوب بالشعره بالميزان، ويا ويل اللي يحسبها غلط هيضيع في الرجلين. انا بفهمك ده يا صباح عشان خايف عليكي وعشان ابقى عملت اللي عليا وفهمت كل حاجه. مبسوطه جميله؟ ما نحرمش منك يا عبدو. يا عبدو الله، اول مره احب اسمي لما حد بيناديني بيه كده. ايه طول عمري كان نفسي واسمي وائل، لؤي، تامر، هيثم، انما عبد ده انا ما كان حد بيناديني باسم عبد ده بحس ان هو خبطني بقول اسف لفوخي. اتفضل يا جميل، قربي مني كده، قربي مني. يعني كانت وصلي لحد بس حد ساعات تقول ايه عبدو، عم عبدو، احس ان هم بينادوا على بقال، بس بقال ايه؟ بقال كحيتي في حته معدومه الزباين. انما دلوقتي انا حبيت اسمي قوي ودعيت لابويا
الله يرحمه ان هو سماني عبده. جميله ممكن تقولي تاني؟ هو ايه اللي اقوله تاني؟ اسمي عبده. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ عبده بس هتفرج علينا الناس. لا 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 يتفرجوا، عايز يتفرج يتفرج، محدش ليه عندنا حاجه لبوظه، احنا قاعدين هنا بفلوسنا، مفيش حد احسن مننا. طب عبدو انا عايز امشي بقى احسن اتاخر، وامي زمانها قلقانه عليا. ليه العكنينه دي؟ هو احنا لحقنا نقعد عشان تقولي لي اتاخرنا؟ لا يا جميله هاكلك لحمه، لحمه فاكراه؟ ده شاب جميل والله العظيم. يا عبدو انا لازم امشي بقى عشان يعني امي ما تقلقش عليا. والايام قدامنا كتير يا اخويا، كتير كتير ان شاء الله. جرسوم يا جرسوم، سبحان الله شفتي بداله من هنا، هو جه من هنا. لا المكان ده محترم فعلا. بقول لك يا جرسوم، انا عايزك تجيب لي لحمه، لحمه كتير قوي، مشوي ومحمر ومسيخ، وهات لي كمان جوزين فراخ بداره وجوزين حمام محشي كارع عشان ابص العطوه بتاعتك. سلطات كتير قوي. تعالى روح اتوكل على الله. سلام. جميله ايه مفاجاه. اتفضل يا جميله. ايه ده ترشي ياه اللي ايدك هتنوره يا جميله. ايه ده كله يا عبدو، كل الحاجات دي عشان انا؟ وده ايه قدام اللي هلبسهولك يا جميله؟ اصبري عليا وانت هتشوفي العز والسعد كلهم معايا. ربنا يخليك ليا يا عبدو. ويخليك ليا يا جميلة. بس في حاجة كده كنت عايز أقول لك عليها. إيه يا عبد؟ أنت مخبي عليا إيه؟ لا ولا بلاش، أحسن تقولي إن أنا بوقع بينك وبين أهلك. أهلي؟ أنا مش فاهمة حاجة يا عبد. أنا كلمت أبوك يا جميلة. وقال لك إيه؟ أنا قلت له إني موافقة. إيه؟ موافقش؟ طيب. انا بقى ليا كلام تاني معاه. مش هو دي صباح مالها ومالي، توافق ولا ما توافقش هي مالهاش دعوه. يعني هتقف في ظهري اتكل على الله وتقفي معايا ضدها يا جميله؟ انا اقف قدام الدنيا كلها يا عبده عشانك يا حبيبتي يا جميله. بس كده بقى ما يبقاش قدامنا غير حل واحد وبسرعة، قبل ما المعلم بدري يتدخل والموضوع يكبر. وانت عارفة يا جميلة ان انا داخل على شغل كبير قوي ومش عايز اعديه. وانا موافقة يا عبدو، والوقت لو حبيت. انت كده تمام التمام، وساعتها بقى هتبقى الفاس وقعت في الراس، ومحدش مهما كان يقدر يتدخل بينا. ارتاح انا المعلم سعداوي الدين كده كدعه.
يا جدع مبقاش انا المعلم سعداوي الدين انسحبت. المعلم سعداوي ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي يا معلم سعداوي الدين؟ طيب يا جدع